بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم معايا النهارده في حلقه جديده من حلقات ابطال مصر في الكاراتيه، ابطال مصر المشاهير، ابطال مصر اللي من دهب. كل دي القاب ممكن نطلقها على ابطال مصر، رجال وسيدات اللي حققوا لينا انجازات عظيمه، واللي انا قلت ان انا هسلط الضوء على جميع الابطال اللي هم يعني وصلوا مصر والكاراتيه المصري الى اعلى المستويات والى التصنيف العالمي اللي احنا وصلنا له. وطبعا انا اخترت في خلال العشر سنوات السابقين زي ما قلت هختار جميع الابطال كاتو كوميتيه رجال وسيدات وسلط عليهم الضوء وهعمل ليهم حلقات خاصه. وطبعا انا قدمت حلقات سابقه عن بالنسبه للكوميتيه سيدات، قدمت جيانا فاروق وقدمت حلقة عن ياسمين حمدي. النهاردة بقدم حلقة عن البطلة العظيمة فريال أشرف واللي حققت أكبر إنجاز للكاراتيه المصري والمصر عموما من خلال تحقيقها للمركز الأول في بطولة العالم بأولمبياد طوكيو. وطبعا الميدالية دي لها معنى خاص وليها شرف خاص لمصر لأنها دخلت التاريخ، تاريخ الكاراتيه المصري وتاريخ الرياضة المصرية، الرياضة الأولمبية، بإضافة ميدالية ذهبية، شيء ما حصلش قبل كده في جميع الألعاب. فالميدالية اللي حققتها اللاعبة فريال أشرف ميدالية عظيمة جدا وليها قيمة عالية جدا ليها شخصيا والمصر ولكل محبين الكاراتيه في مصر وفي الدول العربية. والنهاردة أنا اخترت افضل اللقطات بيها من المباراة النهائية اللي حققت فيها الانجاز العظيم والميدالية الذهبية وفازت على اللاعبة وطولت بالها وصبرت خلال المباراة وتحملت الى ان وصلت للنتيجة العظيمة وفازت بالمباراة وفازت بالميدالية الذهبية. وطريقة تعبيرها عن الفرحة بتاعتها والبكاء اللي عملته، سجدت على الارض وفرحت مصر وفرحتنا كلنا بالفوز بالميدالية الذهبية. أتمنى ليكم مشاهدة طيبة مع اللاعبة والبطلة العظيمة فريال أشرف من خلال الفيديو ده.